المادة 17، هاد المادة 17 كان السياق ديالها معروف، حنا هي كانت جات بواحد الصياغة في القانون، كان نقاش داخل لجنة العدل والتشريع، كان نقاش وحنا قلنا ودي هاد يعني ما يمكنش نهائيا ان بلادنا تراجع، ما يمكنش تراجع للوراء. كاين هناك كاين الامن القضائي، كاين الامن القانوني. المادة 17 هو انه كنفتحوا، هو انه قضية من القضايا اللي قطعت جميع المراحل ابتدائيا واستنافيا، والنقد والابران اصبحت نهائية وترتب عن كل اثر اللي يمكن تكون، سواء كانت يتعلق بعقار او غيره ترتب عليها كل شيء. ثم انه سنوات، ماشي على حسب المادة 17، يعني سنوات، يمكن تكون سنوات وعقود، بانه ترتب على الاثر كلها. يمكن للنيابة العامة ان تفتحها من جديد، يمكن النيابة العامة تفتح قضية من جديد. فإذا كان نقاش في اللجنة، قلنا ودي هذا الشيء ما يمكنش، هذا كيمس بالأمن القضائي وكيمس بالأمن القانوني، ما يمكنش هذا الشيء يكون. وقلنا ودي راه كاين طرق أخرى اللي يمكن. فالوزير على كل حال، الوزير قال ودي هي تجاوب، فقابل تعديل العدالة والتنمية بحذف المادة 17 فحذفت. فتم يعني واحد نوع من الاحتجاج داخل الأغلبية على هذا القبول من طرف هذا، رفعت الجلسة وحوالي 21 دقيقة، ثم رجع الوزير واستمر النقاش، لنفاجأ في الجلسة العامة بأن الحكومة تتقدم بتعديل على المادة 17. المادة 17 حذفت، الفصل 83 من الدستور واضح، لا يمكن الحكومة، يمكن الحكومة والبرلمان يتقدموا بتعديلات، غير تقول الحكومة لها أن تقدم تعديلات ديالها في جميع المراحل. بالمناسبة هذا غير وجهة نظري، أما راه كاين اللي كيختلف معايا حول هذا الموضوع بأن الحكومة حقها تقدم في أي مرحلة، لا نختلف بحقها في تقديمها في أي مرحلة، لكن هو قدم تعديل على مادة لم تبقى موجودة. ما الأدهى والأمر هو، لا ما نقولش لا ليته أبقى المادة السابقة، لا، جاء بمادة جديدة من فقرتين خطيرتين هما اللتين أمامكم. يمكن النيابة العامة المختصة، شكون هذه النيابة العامة المختصة؟ واش كان النيابة العامة كنديروا فيها الاختصاص؟ وإن لم تكن طرفا في الدعوة، ما هيش طرف في الدعوة، حيت حنا كنعرفوا هي كتكون طرف في الدعوة في بعض القضايا، ودون التقيد بآجال الطعن، كاع هذوك الأجالات اللي كاينة بين الابتدائي والاستنافي والنقد وإلى غير ذلك، دون التقيد بأجل المنصوص عليه في المادة السابقة، أن تطلب التصريح، كتطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه، يكون مقرر قضائي اللي فيه كل شيء، يعني كاع أنواع الأحكام اللي يمكن تكون، يكون من شأنه مخالفة النظام العام، من شأنه. هذا جاي من 1935، وكان آخر قانون اللي بقى فيه من شأنه هو القانون المتعلق بالصحافة، واللي كانت فيه عدة مواد وأزيلت. فإذا هنا من شأنه مخالفة النظام، شنو هو النظام العام طبعا. ثم الفقرة الثانية وهي القاضية، يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، لكن ابتدائي أو استنافي كنمشيو لهذيك المحكمة اللي صدرت القرار، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد تلقائيا، أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا. هذه الفقرة الثانية فيها الخطورة ديالها تتجلى في أربعة الحوايج. أولا كنمشيو نرجعوا، ماشي كنمشيو لمحكمة النقد ليها باش تعالج الموضوع، كنمشيو للمحكمة المصدرة وكنرجعوا عند القاضي، كيفاش هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا رئيس السلطة، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية كيرجع واحد القضية لنفس المحكمة لنفس القاضي، إلا رجع له شنو؟ هو اللي عنده التأديب، لا ما ولاش راجع، عارف المصير ديالو، عارف المصير ديالو تلقائيا. هذا تلقائيا يمكن يكون بأمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس على السلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي. طبعا المفتشية تابعة للسلطة القضائية ويمكن تثبت هذا الخطأ القضائي أضر، ولكن هنا ما كنتكلموش على الحق، على الـ على الـ على الـ على الامن، الامن الحقوق، على الامن، على الامن القضائي، هنا غير احد الاطراف اضر باحد الاضرار، يعني ضررا فادحا،
كيمكننا نعاودوا هذا الشيء كامل. إذن الخطورة ديال هذه المادة هو أن أي شيء تواحد تاشي واحد ما بقى مؤمن، تواحد ما بقى مؤمن، يعني أنه عندنا عدة قواعد، أن هذا الشيء كيتحكم باسم جلالة الملك، فيه سلطة مراقبة القاضي الحكم، فيه مساس استقلالية القضاء، فيه المس بالقاعدة القانونية اللي كتنظم حجية الشيء المقضي به وقوة الشيء المقضي به، فيه كتمس بالأمن القانوني، كتمس باستقرار المعاملات، كتوسع من حالة التدخل ديال النيابة العامة في الدعوة سواء كان طرف أصلي أم لا، بالإضافة إلى تخويل المحكمة سلطة إعادة كيف الأفعال والوقائع، بمعنى اللي عنده شي حكم دابا في يده صدر في 1956 راه يمكن بهذه المادة هذه نراجعه، وهذا هو أكبر شيء، ضرب للأمن القانوني والقضائي. حنا تقدمنا بتسعين تعديل، أنا حاولت نركز في سبعة محاور، أعتذر إن أطلت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.